هناك أشخاص لم يستطيعوا التخلص من شعورهم بالخوف أمام الكاميرا، وهناك أشخاص على العكس من ذلك يشعرون بالسعادة أمام الكاميرا. ولكن بالتأكيد لا أحد على الإطلاق يحب تصويره بشكل غير متوقع، خاصة على كاميرات المراقبة. بالمناسبة، هذه الأجهزة رائعة في التقاط أحداث غريبة وغير مادية، واليوم أدعوكم في هذا المقطع لمشاهدة مثل هذه المواقف التي تم التقاطها بعدسات الكاميرا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات. عضة السمكة. بالتأكيد جميعنا يعرف أن الفئران هي تلك الحيوانات التي تصطادها القطط بهمة ونشاط، لكنهم لا يمانعون أيضا من تناول السمك. على سبيل المثال، هذا المخلوق الرقيق قرر الاستفادة من عدم وجود المالك في المنزل، فصعد بالقرب من حوض السمك المفتوح، ثم مد يده إلى هذه السمكة الصغيرة، لكنه من الواضح لم يكن يتوقع منها ردة فعل كهذه، حيث حاولت السمكة المتفوقة الدفاع عن نفسها على أعلى مستوى. فيضان غير متوقع. في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية اندلعت عاصفة قوية تسببت في أن المياه غمرت إحدى رياض الأطفال بشكل كبير، حيث تدفق تيار قوي من المياه عبر باب الفصل واندفع إلى الداخل، وامتلأت الغرفة بأكملها بالمياه وبسرعة كبيرة. بالطبع تضرر العديد من الأشياء والأثاث وألعاب الأطفال بسبب ضغط الماء، ولسوء الحظ بعض من هذه الأشياء لا يمكن استعادته على الإطلاق. لكن الشيء الرئيسي الذي سأخبرك به هو أنه في تلك اللحظة لم يكن هناك أطفال صغار في الغرفة، وإلا لكان من الممكن أن ينتهي الوضع بشكل مؤسف للغاية. دب رهيب. في ولاية نيوهامشاير الأمريكية أظهرت كاميرات مراقبة حماية إحدى المنازل دبا كان يقترب في البداية، ثم قام بفتح السيارة، ويظهر في الفيديو بوضوح كيف أن المشتبه به يقف على أرجله الخلفية ويحاول فتح باب السيارة ثم يدخل فيها. لكن أشارت السلطات المحلية لاحقا إلى أن الدب كان جائعا ويبحث عن الطعام. بالتأكيد أنت تعلم أنه إذا شعر الدب بالجوع فإن هذا موقف غير مبهج على الإطلاق. رياح شديدة. الرياح يمكنها أن تكون خطيرة للغاية، ولكن من كان يعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا المشهد؟ عندما هبت رياح قوية بشكل لا يصدق في ولاية كاليفورنيا في ربيع عام 2020، حملت كل شيء في طريقها من الأفنية الخلفية لمنازل بعض الأشخاص، ولم تكن أشياء صغيرة وخفيفة. انظر كيف يطير الترامبولين الثقيل بعيداً وكيف تحطم، لك أن تتخيل مدى قوة الرياح في ذلك اليوم. المظلات الطائرة. بالإضافة إلى المقطع السابق، أود أن أعرض لكم مثالاً آخر عن مدى خطورة اندلاع رياح قوية. يا له من أمر مضحك عندما تطير مظلة شخص ما على البحر ويركض وراءها المصطفون على الرمال الساخنة، لكن عندما يطير عدد كبير من المظلات يصبح الأمر مختلفاً تماماً وغير مضحك على الإطلاق. في هذه الحالة عليك أن تهرب منهم بنفسك وبأسرع وقت ممكن، وإلا ستحصل على ضربة قاسية. لقطات غريبة. في 27 من فبراير عام 2019، دخل رجل يحمل حقائب على كتفيه ومعه صديقته متجراً آخر للملابس، وحاول سرقة البضائع دون أن يلاحظهما أحد، وفي لحظة ما تفرقا في المتجر لتشتيت انتباه رجال الأمن. لكن من الجيد أن كاميرات المراقبة تلتقط دائماً ما لا يمكن للعين البشرية أن تراه. شاهد بنفسك كيف كان مبدعين للغاية. في الوقت المناسب. ومرة أخرى مع المظلات والطقس العاصف، كان هذا الرجل يقود سيارته إلى أحد الأبنية، وفجأة حدث عطل في محرك السيارة فخرج إلى الشارع. يبدو أن هذا الرجل لديه الحاسة السادسة، لأنه حرفياً بعد ثوان قليلة من خروجه من السيارة انفجرت مظلة شمسية بفعل الرياح مباشرة على سيارته. وكم كان الرجل محظوظاً للغاية، لأنه أمسك بالمظلة الطائرة تحت ضغط الهواء. خلاف ذلك كانت المظلة ستلحق بسيارته أضرار بالغة. السباحة في المسبح. حسناً، من منا لا يحب امتصاص أشعة الشمس الدافئة والسباحة في المسبح؟ ربما هذا النوع من الاستجمام يروق لنا جميعاً، لكن المشكلة هنا تكمن فيما يجب فعله لأولئك الذين لا يستطيعون السباحة. قرر هذا الرجل الذي تمكنت كاميرات المراقبة من تصويره أن حلقة قابلة للنفخ ستساعده في هذا الأمر. كل شيء كان سيكون على ما يرام إذا لم يقفز على البطة الصفراء المسكينة بهذه السرعة وبكل وزنه. أتساءل الآن ما الذي شعر به في لحظة سقوطه في الماء؟ ما رأيك؟ خسر. كما يقال إذا طاردت أرنبين فلن تصطاد أرنباً،
هذا المثل الروسي يصف هذا الوضع بأفضل طريقة ممكنة. كان من المفترض أن يقوم سائق هذه الرافعة الشوكية بوضع سيارته في المرآب، ولكن فجأة حدث عطل فني. نتيجة لذلك قفز السائق إلى الخارج لإنقاذ الرافعة، لكنه لم يفكر على الإطلاق في أنها قد تتدحرج للخلف وتصطدم بسيارة أخرى. أتخيل كيف دارت في رأسه أفكار حول المكان الذي أخطأ فيه أكثر. مصنع القطن. توضح لنا لقطات الفيديو التالية من كاميرات المراقبة مدى سرعة انتشار الحريق في ظل الظروف المناسبة، وأن أصغر شرارة في مصنع القطن تشعل النيران في مجموعة كاملة من المواد في غضون ثوان قليلة. لحسن الحظ تمكن جميع العمال من الفرار ولم يصب أحد منهم بحروق خطيرة، ومع ذلك فإن ما نراه على الشاشات مذهل حقا، لذا عليك أن تتعامل بحذر شديد مع العناصر الحارقة في إنتاج مشابه، أو من الأفضل عدم الحصول عليها على الإطلاق. صيد غير عادي. أثناء الصيد في البرازيل التقط هؤلاء الأشخاص لحظة غير عادية للغاية لسمكة على متن قاربهم تشرب البيرة. أجل، ما سمعته صحيح بالفعل، كانت السمكة تشرب مشروبا كحوليا ثم تعود إلى مساحاتها المائية. يبدو كل هذا كأنه ضرب من الجنون، وربما يقول شخص ما إن هذا ببساطة لا يمكن أن يكون، ولكن لحسن الحظ أن كاميرات المراقبة تتمكن من تسجيل كل شيء حتى نرى بأنفسنا أن الواقع يمكن أن يكون مذهلا وغير متوقع للغاية. هبوط رطب. يعرف كل هذا المدى أهمية النظر إلى خطواته عندما يحمل طلبا لزبائن المنشأة، لكن الأشخاص غير المرتبطين بهذه المهنة ينسون أحيانا مثل هذه القاعدة. على سبيل المثال، هذه الفتاة تبحث عن مقعد فارغ بطاولة، لكنها كانت حريصة للغاية لدرجة أنها نسيت تماما توخي الحذر، ونتيجة لذلك تعثرت الفتاة وسقطت في بركة مليئة بالماء. محب الثلج. تحب العديد من الحيوانات الثلوج التي تتساقط على الأرض في فصل الشتاء، وهذا ينطبق بشكل خاص على الكلاب. لكن هنا قام شخص مجهول بتصوير مقطع فيديو يوضح كيف يستحم حصان بالغ في الثلج ببهجة حقيقية. يبدو بالطبع رائعا للغاية، فقط انظر إلى مشاعره، يبدو وكأنه طفل صغير يرى الكثير من الثلج لأول مرة. بالمناسبة، كيف تتفاعل حيواناتك الأليفة مع الثلج؟ شاركنا قصصك في التعليقات أسفل الفيديو. وسيلة نقل غير عادية. الآن سترى شيئا لم تكن تتوقعه بالتأكيد في مكان كهذا. إنه أمر غير عادي لدرجة أنه لا يمكن استيعابه. في بداية الفيديو يبدو أمرا عاديا للغاية، سيارة تقف على جانب الطريق، لكن فقط انظر، بعد بضع ثوان تبدأ طائرة هليكوبتر حقيقية في التحرك على طول الطريق، تسير على الأسفلت مثل السيارات العادية. بالطبع مشهد لا يصدق. لص سيء الحظ. تحدث السرقة أحيانا في المحلات التجارية، ويجب الاعتراف بأن اللصوص تمكنوا في كثير من الأحيان من الهروب من مسرح الجريمة حتى قبل أن يعود البائع أو الحارس إلى مكانه. ولكن يحدث أيضا أن الحظ لا يحالف السارق ولا يتمكن من مغادرة المتجر. هذا الرجل الذي التقطته كاميرات المراقبة بدقة تبين أنه سيء الحظ لدرجة أنه من الصعب حتى العثور على الكلمات المناسبة لهذا الموقف، لذا فقد شاهد واستمتع. حقائب محمولة. كم عدد الحقائب المليئة ببعض الأشياء التي يمكن أن يحملها الشخص العادي في يده؟ ربما 5 حقائب أو 6، أو ربما أكثر قليلاً إذا كنت تحاول جاهداً حقاً. لكن هذا الرجل حطم جميع الأرقام القياسية لأنه لم يتمكن من حمل 10 حقائب معلقة على يديه فقط، ولكن حمل أيضاً وفي نفس الوقت طفلين. لا أستطيع حتى أن أتخيل كيف يمكنه أن يحمل مثل هذا الوزن، لكن بالتأكيد يبدو هذا مذهلاً جداً. سقوط مذهل. يشبه درب السيارة هذا منزلقا ممتعا، في الحقيقة هو ليس للأطفال لأنه يمكن أن يكون مؤلما للغاية. ألق نظرة على السقوط الذي يقوم به هذا الشاب، أعتقد أنه لم يكن يتوقع مثل هذا السقوط على الإطلاق، لكنه بالتأكيد سيذكره فيما بعد مع أصدقائه بضحك. رجل قوي. إذا منعك شخص ما من المرور الخاص بك فيمكنك دائما العثور على طريقة لإصلاح هذا الموقف، لكنني لا أنصحك أن تفعل مثل ما فعله هذا الرجل الذي قرر أن الخيار الأفضل هو نقل سيارة شخص آخر يدوياً في حين أن مالكها وملكتها ليس في مكانهما. أتساءل ما مشاعرهما عندما يجدان سيارتهما في مكان آخر، ما رأيك؟ سلحفاة ذكية. نعلم جميعاً أن الحيوانات في بعض الأحيان يمكن أن تكون ذكية جداً
وتظهر البراعة في بعض المواقف اليومية الصعبة، لكنني لم أكن أتخيل حتى أن السلاحف لديها مثل هذه الصفات. أنت أيضاً لن تصدق، لكن هذه السلحفات فعلت كل ما في وسعها لفتح البوابة والذهاب إلى الخارج. من الجيد أنها لم تتمكن من الذهاب بعيداً، وإلا فإن المالكين سيكونون مستائين بشكل واضح بعد فقدان مثل هذا الحيوان الأليف الذكي. سائق غير ماهر. يعتقد الكثير من الناس خطأ أن قيادة مثل هذه الدراجات النارية ذات العجلتين أسهل بكثير من قيادة السيارات التقليدية، لكن هذا ليس صحيحاً تماماً. بالنظر إلى مثل هذه المرأة ومغامراتها، يتضح على الفور أنه من الأفضل عدم الاصطدام بها، خاصة على الطريق. حسناً، إلى هنا ينتهي هذا المقطع. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به والاشتراك بالقناة.